إخواني الأعزاء منتسبي قيادة شرطة محافظة نينوى، إخواني المواطنين الكرام، نرحب بكم قيادة شرطة نينوى. كما عودتكم قيادة شرطة نينوى أنه لدينا يوم في كل أسبوع لمقابلة الأخوة الضباط والمنتسبين العاملين في قيادة شرطة نينوى، وكذلك الأخوة المواطنين الكرام من أجل الاطلاع على أحوالهم وكذلك المعضلات والمشاكل التي يواجهونها من أجل وضع الحلول اللازمة لها وفق السياقات القانونية وفق الضوابط وفق القانون. إخواني الأعزاء، لا يخفى على حضراتكم أنه قيادة شرطة نينوى رفعت شعار الشرطة في خدمة الشعب، وهذا الشعار طبق على أرض الواقع. واجبنا هو خدمة المواطن، خدمة أبناء المحافظة وأبناء البلد من أجل النهوض بأفضل مستوى من الخدمات إلى أبناء المحافظة. بالتأكيد لدينا سياقات ولدينا قوانين وأنظمة على ضوءها يتم حل كافة المعضلات والمشاكل التي يقدمونها لنا. كل الحلول تصير وفق الضوابط والقانون.